صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، قناة الحب، قناة السلام، قناة المحبة التي تثير البهجة والحب بين كل مشتركيها. نحن نحب كل مشتركينا مسيحيين ومسلمين ومسلمين ومسيحيين. واليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 14 هاتور. هذا اليوم 14 من الشهر المبارك هاتور، أحسن الله استقباله علينا وعادوا علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. وفي مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم مرتينوس اسقف مدينه سيراقي، وقد ولد بمدينه تدعى سافاريا من ابوين مسيحيين، ونشا وديعا عابدا محافظا على الايمان القويم، ولم يفتر عن مقاومه الاريسيين لاريوس، فحنقوا عليه وكملوا له مرارا في الطريق وضربوه. وإذ بلغوا في مدرسته ترك المدينة وذهب فسكن في مغارة قريبة من ساحل البحر المتوسط، وكان يتغذى بنباتات الأرض. ولما شاع خبره وذاع صيته في البلاد اختاروه لأسقفية سيراقي، فصار سيرة رسولية وزاد في المحبة والرحمة على كثيرين من الناس. وأجرى الله على يديه آيات كثيرة، منها إنه كان مارا فأبصر إنسانا، أوقف جنازة ميت ومنع أهله من دفنه مدعيا أن عليه 400 دينار، فتوسل إليه القديس أن يطلق الميت فلم يقبل، فصلى وابتهل إلى الله إلى أن يظهر الحقيقة، فقام الميت بالحال وبكت الرجل الذي ادعى عليه مظهرا كذبه أمام الحاضرين، وعلى أثر ذلك مات الرجل الظالم. أما الذي قام من الموت بصلاة القديس فقد عاد إلى منزله وعاش سنين كثيرة، وأكمل هذا الأب حياته بسيرة مرضية وتنيح بسلام، صلاته تكون مع الأمين. وفي مثل هذا اليوم تذكار استشهاد الضابط هاروس ومعلميه، صلواتهم تكون معنا وربنا المجد الدائم آمين. أحبائي وأعزائي، البابا تودروس معلقا على هجوم كاهن على زواج الطائفة الإنجيلية. رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندري زكي يلتقي قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وتيارك الكرازة المرقوصية في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل. قداسة البابا تودروس الثاني يؤكد رفضه التام لأي تصريحات أو معلومات لها علاقة بشأن قضايا الزواج الإنجيلي، ولا يمكن الاستماع إلى أي تصريحات ليس صادرة من قداسته أو مكتبه. كما أفاد قداسة البابا تودروس الثاني بأنه لن يكتفي بمساءلة الإبراشية للقمص، وسيقوم لمساءلته بنفسه. قداسة البابا تودروس الثاني أكد على احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية، واعتزازه بالعلاقة المتأصلة في الحب مع المجتمع الإنجيلي. كشف مصادر كنسية مطلعة في بلاغات رسمية أن قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقوصية سيرقص صباح السبت القداس الكاهن الجدد في القاهرة والإسكندرية أبرشيات الأقباط تواصل اجتماعي الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والخارج. مصادر كنسية تكشف من المقرر أن البابا تودروس الثاني يقضي خلوته في صوم البلاد بين دير الأنبا بشوي بوادي النطرون وبين القدرائية المرقصية بالعباسية والإسكندرية. كما جرت باباوات الإسكندرية الكنيسة القبطية كطقس رهباني، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد لعام 2022-2023 الجمعة 25 نوفمبر الحالي، وذلك لمدة 43 يوم. ليلة عيد الميلاد تنتهي وتحل في 7 يناير 2023. مدة صلاة الميلاد المجيد تتكون من 43 يوم وتنتهي دائما في 7 يناير. وفي الفترة هذه تشمل 40 الكنيسة الأرثوذكسية تصوم لاستقبال عيد الميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل استلام كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى ذكرى 3 أيام لمعجزة إزالة جبل المقطم، والتي حدث في عهد القديس سمعان الخراز في عهد البابا إبراهام ابن زرع السرياني البطريرك الثاني والستون. يأتي هذا تذكيرا بالأيام الثلاثة التي صام فيها المسيحيين
من أجل الله في قضية جبل المقطم في القرن العاشر الميلادي، والتي انتقلت من أجل جبل المقطم. لذلك احتفظ الأقباط المسيحيين بهذه الذكرى كشهادة التاريخ. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقيم خلال صوم الميلاد المجيد صلوات القداسات اليومي، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسة لمشاركة قدر كبير من ممكن من الأفراد والقداسات إلى الصوم. وحدث آخر، وهو الحدث الذي أذهل الجميع وأذهل الكل وأذهل المسيحيين بالأكثر، ما قاله هذا القس عن أن الزواج في أي طائفة أخرى ليس زواج سماوي. ليس من حق أحد أن يقول ذلك، لأن الله الزواج هو سر أو تأكيد هو الإشهار. الزواج هو الإشهار، كما نعرف أنه منذ الزمان كان لا يوجد زواج كنسي، والزواج كان بالإشهار بين الناس. أحبائي وأعزائي، كل هذه إفتاءات يذكرها كاهن والهجوم عليه من الكنيسة الأرثوذكسية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسلام والسعادة، ويا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن، يعني أنا عايز أقول رسالة ربنا ليك إيه؟ رسالة الله يسوع لك اليوم. رسالة يسوع لك اليوم بيقول لك النهاردة كلمة حلوة قوي. في صلاة باكر وعد معزي ليسوع لك اليوم، بيقول لك إيه؟ الرب يوعدك في هذا الصباح، لو الكل تركك وخذلك أنا هفضل دايما سندك واقف جنبك. كلام رائع وكلام جميل جدا جدا، يعني صراحة مفيش أحسن من وعود ربنا. ربنا لما بيوعد ما بيخلفش أبدا، ولكن طبعا الشيء اللي احنا بننتظره دائما إن الوعود تيجي في الوقت المناسب. يعني ايه في الوقت المناسب؟ الوقت اللي شايفه ربنا. لنبدأ بدأ حسنا، ادخل في حضن المسيح واشكيله همك وقال وانت الوحيد اللي هتريحني. بسيط القلب، رسالة المسيح ليك بيقول لك ايه؟ قول القول الواضح الصريح. بسيط القلب كلامه يعزي القلب الجريح. عدو الخير بيريد ان يجلك ويجعلك زي الكسيح. اذكر من اين سقطت وقم لتصد الأمواج والريح. اجلس مع نفسك، حاسبها بشدة ولا تعطيها التصريح، يعني ما تدعيش أي مبرر إنها تعمل هذا الكلام. طبعا احنا عارفين كل الكلام دوت إن ربنا هو اللي دايما ثقته عنه. صلاتنا النهاردة بالرتبة الكنيسة، هذه الصلاة تذكرا للساعة اللي قام فيها المسيح، وبنقول له يا رب دايما اجعل هذا اليوم يوم جميل ويوم حلو. رسالة بتطمنك من البابا كرولوس. البابا كرولوس عايز يقول لك ارمي حمولك على ربك وخليك واثق انه هيرضيك ويفرحك. طبعا ثقتنا عالية جامد قوي في ربنا. شكرا لكم احبائي وعزائي، ما تنساش اشتراك في قناة الملك والامير، القناة التي تعشق كل محبيها. كل الشكر لكم، السلام والرب يكون معكم.